فرايدي سنيكرز بثلاثة جنيه برضو. الشكل الجامد ده، انا بعز سنيكرز اساسا واللي منها يعني. دي شكلها دي كده، وهشوف من جوه فيه ايه. لو من جوه فانيليا شوكليت هشوف، ومن بره شوكولاته وعليها كده المفروض يعني ان دي سنيكرز يعني. اوكي هنجرب. بسم الله. فيها طعم كراميل من جوه، وعارفين ممكن يكون القطع السوداني مع الشوكولاته مديه فعلا طعم السنيكرز، بس طعمها جامد برضه. انا بدوق عشان اقول لكم. لا جامده، مش خساره فيها ابدا. 3 جنيه، يبقى برضو سنيكرز جامدة جدا.